ديت، الهاك ديت بقى المفروض ان انت بتحطي الفاونديشن بايه؟ بالتلج علشان خاطر يثبت. فاحنا داخلين على فصل الصيف اللي بيخلي الميك اب سايح، فهتنفعنا قوي الخطوه ديت. عايزه اقول لكم ان انا دايما كنت بجربها، لكن بقى ماشي مكعب تلج قبل ما احط اي ميك اب، علشان بالذات الناس اللي بشرتها دهنيه او في اماكن في بشرتها دهنيه. فتعالوا بقى نجرب، دي اول مره جديده عليا، فيلا بينا نجربها مع بعض ونشوف فعلا حلوه ولا لا. يلا بينا. انا بصوا مش حاطه اي فلتر ولا اي ميك اب علشان نجرب مع بعض. يلا بينا. وهحط عليه شويه من الفاونديشن، بيتزحلق عليه على فكره، خدوا بالكم. وهبدا ان انا اوزعه بالشكل ده. طبعا في صعوبه شويه، مش عارفه ليه كده، اصبروا نجرب اكتر. نجرب الجنب التاني، وبرده هنستخدم بعد كده بقى ايه، بصوا، لان صعب اللي انتوا توزعوه كله طبعا بيه. تمام كده، هحاول اجيب في اغلب الاماكن، وبالذات الاماكن دي بتعرق جدا جدا. هحاول ان انا اعمل كده. على فكره كنت دايما بعملها على قبل الميك اب خالص، وكانت بتبقى كويسه قوي قوي معايا، لكن اول مره اعملها بموضوع التلج ده، وحاسه احساسها غريب يا جماعه. بس على فكره يعني مش عارف، حاسه تطلع حلوه، بس هجرب اكتر. اصبروا، راح امسح اللي على حاجبي ده، ونجيب حاجه نوزع بيها. حط كميه زياده يا جماعه. وعلى فكره هو الفاونديشن مش فاتح قوي قد ما انا عايزه اقول لكم، عشان هو بيأكسد درجه او حاجه، فبيبقى او درجتين فبيبقى تمام. ما تخافوش، ما تخافوش من المنظر ده، كله هيتظبط دلوقتي. هروح اوزع. وكده بعد ما وزعته كويس تمام، ده شكله. بصوا بقى انا هقول لكم انا حاسه بايه. شايفين المكان ده عندي بيبقى دهني قوي، حاسه اللي هو كويس شكل الميك اب كمان على البشره، شكله حلو قوي. وعلى فكره هو في الكاميرا انا طالع شكلي غريب والله، بس هو في المرايه شكله احلى تمام. فلا انا حاسه هو شكله حلو على البشره، فانا رايي تجربوها. والاماكن دي انا عندي فيها دهون، والجو دلوقتي حر، وانا موقفه المروحه علشان خاطر بتعمل صوت في الفيديو. فلا بجد الهاك حلوه قوي، حلوه قوي يا جماعه. وممكن كمان في ناس بتمشي التلج دي، بعد ما بحط الخطوه بتاعه الفونديشن بتبدا اللي هي توزع التلج، او قبل على فكره برضو الخطوه دي كانت بتبقى كويسه قوي، مش لازم تحطوا بيها.